اليوم راح استعرض أداة رهيبة جدا لتنظيف الويندوز، وبصراحة مستحيل تعرف كم هي مفيدة ومهمة، والأحلى من هيك ببلاش. للي ما بيعرف البرنامج اللي معنا اليوم اسمه بليتش بيت، ممكن تحمله من الرابط تحت الفيديو بدون ما تدفع ولا فلس لأنه مفتوح المصدر. أول ما تشغله راح يكون بهالشكل، الواجهة سهلة جدا ومش معقدة. على يسار الشاشة راح تشوف كل الخيارات اللي ممكن تحددها عشان تنظف ملفات من الويندوز. إذا بتحدد أي برنامج حابب تحذف ملفاته راح يفتح لك شاشة على اليمين يشرح لك فيها كل الخيارات تحت البرنامج شو راح يحذف إذا حددت. كمان أي خيار بتفعله راح يعطيك تحذير ويحكي لك شو اللي بيعمله وإذا في أي تأثير على أداء الويندوز ولا لا. مثلا هون أعطاني عدة تحذيرات لأني حددت أول خيار اللي بدوره بيحدد كل الخيارات اللي تحته. أما لما تحدد كل خيار لحاله راح تشوف تحذير واحد بس بخص الخيار اللي أنت حددته. تخلص من اللاج في ألعابك من خلال تقليل البينج في أي لعبة أنت بتتخيلها، فمثلا ممكن يكون بينجك 120 يصير 60 ولا 40. فإذا كنت مهتم بالتفاصيل أكثر راح أكون تارك لك تحت الفيديو رابط الشرح ورابط التحميل إن شاء الله. في حال ضغطت على هالخيار راح يفتح لك قائمة ممكن من خلالها تفوت على إعدادات البرنامج، ومثلا من هالخيار ممكن تخلي البرنامج يحدث لكل نسخة بيتا موجودة اللي بتنزل كل فترة. اضغط على بريفيو عشان يفحص الملفات اللي انت محددها. مثلا هون بحكي لي انه حجم الملفات اللي راح يحذفها هو جيجا و600 ميجا تقريبا. تحته عدد الملفات اللي راح تنحذف واللي تحته مش مهم. حاليا لحذف الملفات اضغط على كلين. البرنامج سكر بعد التنظيف لأني محدد خيار إنه يسكر بعد التنظيف. وهيك أنا بكون انتهيت. يا رب يكون البرنامج عجبك. بشوفكم بفيديوهات جاي إن شاء الله. سلام عليكم.